السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه بيكسل المانجر، وده برنامج بيعمل 4D وال5D وفي شوية مزايا حلوة زي ما نشوف مع بعض. زي ما انت شايف ان هو في مثلا بي سي اف مانجر، وده عبارة عن ملف صغير بيبقى فيه الكومنتات اللي انت حاططها. يعني بدل ما حد يبعت لك ملف انت تحط الكومنتات عليه فيبقى عنده ملفين، لا انت ممكن تبعت له ملف صغير مساحته مثلا 1 كيلو بايت حاجة زي كده، فيقدر يحط الملف ده عنده. ده المشروع اهوت تمام. احنا كنا بس عاملين كلاش تكشن، اداه كلاش تكشن، كل ما تقف على كلاش بيبدأ يعمل زوم عليه بحيث ان انت تشوفه ويقولك الستاتس بتاعته موجود في انهي دور بالشكل دوت. زائد ان انت عندك كوست، تقدر تحط كل الكوست اللي موجوده، كوانتيتي اوف، كل العناصر اللي انت عايزها. وعندنا هنا موضوع الانيميشن، واي عنصر بتعمل عليه سيلكت بيبدأ يجيب لك العنصر ده اسمه ايه والخصائص بتاعته، هو تبع انهي كاتيجوري وموجود في انهي مبنى، ممكن يكون في اكتر من مبنى موجود. وتقدر تشوف المشروع بتاعك كواير فريم وكشدد وكشدد مع الايدج، ممكن تحط نوع من انواع الشفافية لو انت حابب. بالشكل دوت. طبعا ان شاء الله نشرح البرنامج بكل التفاصيل بتاعته على قناة بيم اريبيا.